السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. فيديو اليوم من سلسلة حروف العربية الـ3D المجموعة الرابعة والأخيرة. خلصنا المجموعة ما شاء الله في شهر واحد على 4 أجزاء، كل أسبوع جزء، وهذا الجزء الأخير، وإن شاء الله يعجبكم. وكتبوا لي في التعليقات شنو حابين نبتدي بسلسلة جديدة تشبه هذه اللي هو فيديوهات متعلقة ببعض. كتبوا لي، أنا أقرأ كل التعليقات، فأنتظر منكم تعليق جميل ويحدد لنا شنو نبدي في سلسلة جديدة. وبخلي لكم في علامة التعجب اللي هي مجموعة تحتوي على كل الفيديوهات اللي فيها الحروف العربية والإنجليزية والأرقام. بس قبل لا تفتحونها طالعوا هذا الفيديو إلى النهاية، وتأكدوا أنكم تشوفون تعليقاتكم في الأخير، واللي ما تشوف تعليقه بعد يكتب لي وين تعليقي في الكومنتات علشان أخليه في فيديو الجاي. وما راح أطول عليكم واجد في التسجيل الصوتي، بس قبل لا تخلصون من هذا الفيديو تأكدوا أنكم مشتركين في القناة ومفعلين جرس التنبيهات، ويلا نشوفكم في مقطع ثاني.